السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله بخير. معكم حسن أسعد من قناة The Gamer Z، واليوم عندنا حلقة جديدة من مهنة ليستر سيتي. طبعا زي ما شايفين قدامكم عندنا مباراة مع نيوكاسل ومباراة بعدها برضو خايسة، فمتصدرين الدوري بنقطة ولكن عندنا مباراة متأخرة. خلينا نسوي سيميليشن لهذول المباراتين ونوصل لمباراة مانشستر يونايتد، مباراة الوصيف. نقدر نفوز بمباراة الوصيف ولا ما نقدر؟ طبعا ما ادري ايش النتائج، خليني اتاكد ايش النتائج. اوكي تعادلت هنا 1-1 وهنا ربحت 1-0. تعادلت 1-1 وربحت 1-0، يعني شيء ما يطمن، شيء يقول لي لازم افوز اليوم. اوكي متصدر باربع نقاط، واليوم لو فاز يونايتد عليا حصير متصدر بنقطة واحدة فقط. خلينا نشوف هدافين الدوري. عندكم محرز 22، روني 21، وفاردي 20. فنبغى نحاول محرز يتقدم بالأهداف وفاردي يتقدم بالأهداف. خلينا نتمرن نسوي تمرينات لكم لاعب قبل المباراة بيوم ونشوف نقدر يتحسن ولا لا. اوكي عندنا امبولو هنا اللي ارتفع سعره 60%، عندنا محرز 73%، نزاير ارتفع سعره 80%، مين عندكم كمان؟ تليمانز ارتفع سعره 60%، وعندكم اللاعب الاخير، عندكم هذا اللاعب مصاب. روجاني رجع من الإصابة، الله روجاني رجع من الإصابة. اوكي خلينا نروح على الفول باكس بالارين اللي ارتفع سعره 38%، نطلع امبولو من هنا ونخلي روجاني اللي راجع من الإصابة، خلي روجان اللي راجع من الإصابة يسوي التدريبات. بالغلط سويت. اوكي ابدأ تدريب. اوكي ما هي مشكلة، تدريبات المهاجم احبها جدا، اما المدافع والوسط اكرهها. الله على التدريب، ان شاء الله اقدر انجح. اوكي ثبت شوت، الله الراس. اوكي بالراس. اوكي هنا كورة لازم نحطها تحت في الزاوية، ما حطها تحت براس. طيب هذه كورة لازم نحطها تحت، لازم نحطها تحت يا ابني مو فوق، هيا تحت. ايوه كذا. طيب باقي 6 شوتات، باقي 6 شوتات، وهذه برضو تحت. الله عليك يا امبولو قناص، فوق فوق. الله عليك يا امبولو، 4000 نقطة تقريبا، وهنا حطها على الجهة الثانية. اوكي باقي لنا 3 شوتات في الارض، في الارض. كنت عارف انه حجيبها فوق. طيب وهذه حطها في الارض، هذه حطها في الارض يا ابوي، ليه تحطها دائما فوق؟ اوكي وهذه كذا، الله دخلت جوا. اوكي باقي اخر واحدة حنحطها فوق، الله على الهدف. 8000 نقطة، 8000 نقطة. اوكي سي، خلينا نروح ونحط سي ريزلتس، سي ريزلتس. اوكي كذا امبولو يكون تقدم بالاتاك بوزيشن بالفوليز وبالهيدين. خلينا نسوي سيميليشن للباقي، نسوي سيميليشن للباقي ونشوف ايه تقدم. اوكي تليمانز تقدم وبلرين صار 80، الله الله الله. بلرين بعد ما كان 77 صار الحين 80 يا حبيبي، يعني الحين داخلين على مباراة اليونايتد بشكل جدا قوي. خلينا نطلع مورغان اللي دخل مكان روجاني ونحط روجاني هنا، ندخل مورغان في الدكة هنا. اوكي من عندكم لاعب؟ ما عندهم لاعب، في لاعب في الدكة نحتاج. الله شوف الكدش ده، ربي كدش صح. شو دهوري كم عمره ده؟ 18 سنة. وانجليزي بعد يا ابوي، بتكبر بتحلق. طيب عندنا في الاستاتيك جريفن حيكون شمايكل، هيرث، روجاني، فوكس، بلارين، محرز، كانتي، تليمان، زينوزايف، فاردي، وامبولو. يا حبيبي ان شاء الله نقدر نفوز، ان شاء الله نقدر نفوز يا حبيبي اليوم بمباراة جدا مهمة وفي الاولد ترافورد، يعني المباراة اوي. نختار الطقم الازرق ونديهم هم الطقم الاحمر ونبدا المباراه. عصيره محرز يا حبيبي، محرز اخذ جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي اول امس، تخيل لاعب شارينه باقل من مليون باوند، لاعب شارينه باقل من مليون باوند ياخذ جائزه افضل لاعب انجليزي. اغويرو، هازارد، روني، كثير كثير من الأسماء. لو أفكر بالأسماء أجيب لك أسماء بالهبل، كورتوا، دخيا، ما أدري لو يحسبوا الحراس ولا لا، ويليان، كل هذول شالوهم واختاروا محرز يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذه السنة.
يعني تخيل فخر العرب فخر الجزائر بعد مباراته على طول راح بهليكوبتر طيارة خاصة ووصلته للحفل عشان ما كان في وقت. وصلته للحفل راح استلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. والله كان في يعني تنافس بينه وبين بايه ولكن هو اللي أخذها رياض محرز. يعني اللاعب عنده مستقبل جدا قوي، ما هو مرة صغير يعني مثلا عمره 19 سنة أو 18 سنة، أوكي ممكن عمره 24، ولكن له مستقبل جدا كبير خاصة إنه ليستر سيتي خلاص ضمن إنه يكون يعني الأول يا الثاني، وأنا بالنسبة لي ضمن الدوري 100%. ولكن يعني تخيل أوكي فاردي المدافع برش لها، يعني فريق زي ليستر سيتي يطلع ويصير الأول وياخذ الدوري شيء جدا كبير، شيء جدا كبير. ورياض محرز لاعب هذا النادي ياخذ أفضل لاعب في الدوري برضه شيء جدا كبير يا حبيبي. اوكي ترجع الكرة ليوري تيليمان، تيليمان يعطيها لنوزاي، نوزاي اللي حولها لفاردي، وين فاردي؟ يعني هذا الفريق ما ادري ما ادري هو فيه سحر، هو فيه الجرينتا روح المدرب، ما ادري. اوبا دخيا، يا دخيا صدها كان تشاتها بطريقة جدا حلوة، ما ادري يعني المدرب زارع فيهم روح جدا قويه، روح بنزيما معاهم، بنزيما مع اليونايتد يا بابا يا بابا يا بابا، بنزيما مع اليونايتد يا حبيبي. لا قاعد يطيح يا ابوي، هذا ياخذ صفر عليها، هذه لو في الحقيقه ياخذ صفر عليها، يطيح بدون اي سبب وتمثيل خلاص ياخذ صفر. طب ترجع الماتا، ماتا لاندر هيرا قاعدين يلعبوا بالكعب علي، والله عليك هس خرج كوره يا هس. ترجع لفاردي، والله شكل المباراه صعبه، شكل المباراة صعبة، ولكن إمبولو حينهي، إمبولو حينهي، إمبولو حينهي، إمبولو يا إمبولو. كيف دائما تجيبها الحارس؟ ليه دائما تجيبها الحارس؟ دائما تجيبها في يد الحارس، مع إنه حط يمين يسار ما ينفع. طيب فاردي، فاردي، فاردي يرجع بالمدافع، فاردي، فاردي والمدافع جونز، فاردي، الله، الله يا فاردي، الله يا فاردي، شوتا. لمسة في لاعبه، هذا هو اللاعب رياض محرز اللي أخذ جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لاعب جدا ممتاز، لاعب تخيل السنة الماضية كان في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي، واليوم ياخذ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا. تخيل بس، حط نفسك في مكانه. ويقولوا برضو انه ابوه كان يحلم، اسمه اعتقد احمد محرز، كان يحلم انه يشوف ولده يعني لاعب كورة عالمي، ولكن للأسف والده توفى عام 2006، هو الحين عام 2016 يحقق جائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي. اوكي سيبنا من هذه السالفة يا ابوي، جاب الحين كورة على العارضة والمباراة ما هي ماشية لصالحنا، المباراة ما هي ماشية لصالحنا، يعني تعادل سلبي لحد الان، ممكن هم يجيبوا هدف اي وقت، خاصه جابوه في العرض وقاعدين يطقطقوا علي. يعني بنزيما، جمال شتايجر، اندر هيريرا، خوان ماتا، الله عليك يا شمايكل. على سيرة ليستر سيتي برضو اخذوا كاس، نسيت اي كاس، شالوا الكاس يا حبيبي، الحين باقي لهم بس الدوري اللي تقريبا خلاص ضمنوا بالنسبه لي شالوا، اما بالنسبه للاحصائيات يعني زي كذا 90% شالوا. طيب ترجع الكرة عند كانتي، نبغى هدف قبل الشوط الأول ما ينتهي، نبغى هدف قبل ما الشوط الأول ينتهي. أوكي ترجع عند فاردي، فاردي اللي حولها لرياض، رياض محرز، رياض محرز، والله يا رياض. ترجع لي أكتر بالليرين اللي صار قوته 80، لا يا شيخ انتهى الشوط الأول، انتهى الشوط الأول، في الشوط الثاني في كلام ثاني زي ما وعدكم دائما، في الشوط الثاني في كلام ثاني، فاللي حسويه حطها الترا اتاك وخليها الترا اتاك. طيب ديلي بلينت، الله كره غلطه عند فاردي، فاردي اقتلهم بسرعه، اقتلهم بسرعتك يا فاردي، فاردي فاردي فاردي، يا دخيا كيف شال، كيف شال هذه خيا. طيب محرز، محرز يرفع كورة عند أندر هيريرا، أوكي أندر هيريرا خرج الكورة. طيب خلينا نديها للاعب الأخير اللي ورا،
بلرين لا بلرين ما عرف يسوي كنترول يا ابوي. طاقتك 80 صارت خلاص، اول 77 نقول عادي، 78 نقول عادي، 79 امشيها لك، اما 80 خلاص. بس اشوف بعد شوي كم سرعته، خليني ادخل اشوف كم سرعة هكتور بلرين بعد ما صار قوته 80. لسه 94، لسه سرعته 94 يا ابوي، المفروض اكثر. اوكي اكسلريشن 96 ولكن السبرنت سبيد 94. والله يقولون نسخة تشكيلة الموسم حتكون سرعة 99، بس انا ما اعتقد، اعتقد حتكون 97 زي كذا 98. اما 99 هذه خلوها للناس زي ابو ميانج، زي مثلا ميسي، زي جوردي البا، محمد صلاح. لا 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 والله بنزيما كان حيجلدنا. خلاص خلاص يعني تركيز تركيز، خلينا ادي وضعية المركز. شوانشتايجر طلع لا ودخل مكانه كاريك. اوكي يعني شوانشتايجر الصراحه مستواه جدا نازل، ولكن كاريك حمار اكثر منه. كويس اللي نزل كاريك. اوكي ترجع الكره عند شمايكل. شمايكل وجنون الحارس. والله جبت العيد، والله جبت العيد، جبت العيد، والله والله في العارضه، يلا بالعارضه، يلا عليك يا شمايكل، الله عليك يا شمايكل. مايكل خلاص موجود، ما يدخل هدف حتى لو هو برا المرمى، ما يدخل هدف. طيب يانوزاي، عدنان 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 يرجع يا اخي. والله والله طولات اتاك، خلاص طولات اتاك، طولات اتاك. الدقيقة 70 تعادل شيء مو كويس بالنسبة لنا في هذه المباراة، خاصة في هذه المباراة التعادل شيء مو كويس بالنسبة لنا، التعادل ما حيكون بصالحنا. اوكي حيبقى الفرق بيني وبين يونايتد 4 نقاط، ولكن ابغى اوسعها لسبع نقاط. ابغى اوسع الفرق لسبع نقاط يا ابوي. ايش؟ لا 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 طلع كوره، طلع كوره. الله عليك الله عليك. اوكي ترجع عند محرز، محرز ليفاردي. امبولو عفوا، امبولو 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 نجحفلهم. ونجحفل من دقيقة 75. اوكي امبولو امبولو امبولو. بنالتي بنالتي، حكم ضربة جزاء يا حكم، ضربة جزاء. فاردي 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 تكفى يا فاردي، تكفى يا فاردي. الله على الهدف، الله والله يا عيال كنت بشوتها بالحارس، كنت بشوتها بشمايكل، ولكن مباراة مهمة زي هذه معليش، مباراة مهمة زي هذه ما اقدر اشد بلاتي بشمايكل. حتى الحارس اعتقد انه راح لهنا، الحارس راح للجهة الثانية. كنت ابغى الحارس شمايكل يشوتها، ولكن قلت احتمال انه يصدها. وهنا فاردي يجيب الهدف 21 له في الدوري، يتعادل مع رقم روني. واخيرا جبنا هدف، يعني امبولو كان طالع من رجله هدف، انا حطيتها شوطة بنت لذينة، كانت طالعة من رجله هدف الا ادوني جوز. طيب ترجع الكرة لفاردي، فاردي متسلل، اعتقد انه متسلل، اعتقد انه متسلل، لا والله ما هو متسلل، لا والله ما هو متسلل. والثاني والثاني يا فاردي، والثاني. الله من اين لك هذا يا ولدي، يا ولدي يا ولدي يا ولدي، من اين لك هذا يا ولدي. فاردي والهدف الثاني في عقر دارهم في الاولد ترافورد. الله امتعني يا ابن انجلترا، امتعني امتعني يا هداف الدوري، امتعني امتعني يا جايمي فاردي. جونز هاتريك يا عيال، ان شاء الله نقدر نجيب هاتريك ان شاء الله. الدقيقة 83، بس الوقت قاعد يمر بسرعة، ما اعتقد ما اعتقد بنجيب هاتريك، ولكن خلينا متفائلين وايجابيين، خلينا متفائلين وايجابيين. لا 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 مش بنجيب الهدف بس. اوكي كانوا حيشيل ضربة جزاء، كانوا حيشيل ضربة جزاء، كويس انه ما شالوا ضربة جزاء، عشان لو شالوا ضربة جزاء اعتقد انه كان بيكون احمر للحارس، كان حيكون كرت احمر للحارس. وهنا اوكي طلع كورة، طلع دخية، والله دخية طالع، دخية برا مرماه، دخية برا مرماه. امبولو اعطيها اعطيها لفاردي، بس فاردي متسلل، فاردي متسلل، فاردي متسلل، فاردي متسلل، فاردي متسلل، وامبولو ودخية طالع برا المرمى. يعني انا الصراحة اعتقد لو وديتها لفاردي كان حيكون متسلل. شوف دخيل يجري ورايا،
دخيل ايش طلعك يعني الدقيقة 89 وفايزين 2-0 تطلع ليه؟ تطلع ليه؟